يقول تقول إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالد فأيهما يقدم؟ ينظر في الواقع، إذا كان معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا زوج ولا والد. أما إذا كانت الطاعة في أمر غير معصية تقدم طاعة الوالد، لأن طاعة الوالد تأتي بعد طاعة الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لكن على المرأة أن تصلح بين زوجها ووالدها، توفق ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، تحاول التوفيق والإصلاح. نعم.